الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتفرج بها كروبنا وتقضي بها ديوننا وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، نحن وآبائنا وأبنائنا ومشايخنا وعلمائنا والمسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم، الإمام الأستاذ عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين. ونحن اليوم في تكملة باب اليقين، باب اليقين، باب هام. واليقين أعلى من العلم، وهي مراتب. وعليكم السلام. فالإيمان، مقتضى الإيمان العلم، أول خطوة في الإيمان العلم، وهو الإدراك أو التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل، فالدليل لابد من وجوده حتى يسمى إيمان. فأول مراتب الإيمان هو العلم، العلم بأن الله واحد، وأن هناك ملائكة، وأن هناك رسل، وأن الرسل حق، والنار حق، والجنة حق، وأن القضاء والقدر حق، وكل ما سمعناه من الأمور الغيبيات حق. هذه الأشياء تعلمها بمقتضى اليقين، بمقتضى الدليل. إذا ارتقيت إلى درجة اليقين استغنيت عن الدليل، صار هذا التصديق أمر ضروري لا تحتاج معه لدليل، فهو أقوى من العلم، من مقتضى العلم. أنت لا تحتاج إلى دليل أنك جائع، إذا جوعت هل تحتاج لدليل؟ يسمى علم ضروري، فالعلم الضروري لا يحتاج إلى دليل، أما العلم المكتسب يفتقر لدليل. فالإنسان يبدأ أولا بالدخول في الإسلام بالدليل، فإذا ما زاول الإسلام سلوكا وفهما واستسلاما ارتقى بعد ذلك إلى مقام أعلى من المقام الذي بدأ به، حتى تصير أخبار الإسلام والإيمان عنده كأنها بديهية، لا يحتاج لأن يقيم دليل على أن الله موجود. متى غبت حتى تحتاج لدليل يدل عليك؟ فيصير وجود الله عنده يقين، لا يفتقر لدليل، لا يشك لحظة، حتى عند عوام المسلمين. هذا يسمى علم اليقين، هذا يسمى علم اليقين. فصار هذا العلم علم ضروري، لأن العلم قد يكون علم ضروري وعلم مكتسب، والعلم المكتسب يفتقر لدليل، والضروري لا يفتقر لدليل. الشمس طالعة، هل تفتقر لدليل؟ لا تفتقر لدليل، الكل لا يناقش فيه. فإذا ما ارتقى إلى علم اليقين ارتقى إلى مرحلة أعلى منها، وهي مقام المشاهدة اللي هي المعرفة، فصار كأنه يرى ببصيرته ما لا يراه الناس. بعدما كان يتيقن من وراء حجاب صار متيقن بغير حجاب، فيرتقي إلى مرحلة أخرى وهي تسمى عين اليقين، عين من المعاينة، والمعاينة لا تكون بالبصيرة بل بالبصيرة، فالبصيرة لا تنظر إلا إلى الحس، واليقين محل إدراكاته في عالم الأمر لا في عالم المحسوسات، وكل إدراكاته في عالم الأمر، وعالم الأمر ليس بمحسوس. ولذا يرتقي إلى عين البصير بعين بصيرته، عين اليقين بعين البصيرة. فإذا ما زاول هذه المعاينة بمعنى المعرفة صار يستشعرها كأنما يتعامل معها في الحس، يستطعمها أو يشعر برائحتها أو يشعر
بجرمها إن كانت هناك جرم، هذا يسمى حق اليقين. فعلم اليقين كعلمك أن هناك جنة، وعين اليقين عند معاينتها قبل الدخول فيها، وحق اليقين بعد الدخول فيها والتمتع بما فيها من ملاذ. فهذه كلها مراحل. اليقين أعلى، أول درجة في اليقين هي نهاية التصديق، هي نهاية التصديق الذي هو بداية الإيمان. فبداية الإيمان العلم، ونهاية التصديق، ونهاية التصديق علم اليقين، ونهاية علم اليقين حق اليقين. ثم الناس في حق اليقين يتفاوتون، والناس في علم اليقين يتفاوتون، وفي عين اليقين يتفاوتون، مراتب شتى. يقول: سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عيسى بن مريم عليه السلام: لو ازداد يقينا لمشي في الهواء كما مشيت فيه. يعني دل على أن اليقين يتفاوت فيه حتى الأنبياء والمرسلين، حتى الأنبياء والمرسلون متفاوتون في درجات يقينهم. سيدنا عيسى من أولي العزم من الرسل عنده من اليقين العالي الذي لا يدركه أمثالنا، ولكن إذا ما قرن بيقين النبي يكون أنزل، إذا ما قرن بيقين النبي يكون أنزل. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: لو ازداد يقينا، أي لو وصل إلى مرتبتي في اليقين، لمشي في الهواء كما مشيت أنا عندما ترك البراق ثم ارتقى في المعراج ثم ترك المعراج عند سدرة المنتهى ثم بعد ذلك تقدم حيث تأخر سيدنا جبريل وارتفع في الرفرف في الهواء، أي في الفراغ، لأنه لا يقال أن هناك هواء معين، ولكن في الفراغ، حتى وصل إلى مقام لا يدركه عقل بشر. في هذا المقام الذي يسمى قاب قوسين أو أدنى، حيث خاطبه الله سبحانه وتعالى كفاحا بغير حجاب، ولم يصل إلى هذا المقام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكمال يقينه. فالناس تتفاوت، فإذا كان الأنبياء يتفاوتون فالأولياء من باب أولى. قال رحمه الله: إنه أشار بهذا إلى حال نفسه صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج، لأن في لطائف المعراج أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت البراق قد بقي ومشيت، أي تأخر البراق وانطلق النبي. سمعت محمد الحسين ولا ابن الحسين؟ ابن الحسين. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول: سمعت احمد بن ابن علي بن جعفر يقول: سمعت ابراهيم بن فاتك يقول: سمعت الجنيد يقول: سمعت السري يقول: وقد سئل عن اليقين فقال: اليقين سكونك عند جولان الموارد في صدرك لتبينك أن حركتك فيها لا تنفعك ولا ترد عنك مقضيا. الكلام في القلب، بيكلم القلب مش الجوارح. سكونك أي سكون القلب عند جولان الموارد في صدرك، يعني عند تغير الأحوال حولك في الحس وفي المعنى، حولك في الحس وفي المعنى، يكون القلب ساكن أي غير مضطرب مع جولان هذه الخواطر، لعلمه أن حركة القلب وهمه وكمده أو شدة فرحه لا تجلب له نفعا ولا تمنع عنه ضرا. فإذا علم ذلك استكان وكأنما يتفرج على غيره، لأنه يرى فعل الله فيه، فكأنه صار خارجا عن نفسه ليرى فعل الله فيه فسكن. فأنت عندما تتفرج مثلا على صورة في التلفاز وتكون فيها حركات متتالية، قد تكون حركات متتالية فيها نوع من الإثارة المفرحة أو الإثارة المحزنة، وأنت ساكن في مكانك لأنك تعلم أنها صورة يفعل فيها، ومهما تغيرت
واضطربت فهي ليست فاعلة بذاتها، بل هي مفعول فيها. فإذا صرت أنت مع نفسك في الأكوان هكذا، فهذا هو اليقين عند سيدنا السري الثقفي. اليقين هو الاستقرار التام لله عز وجل أن يكون مأواك إلى ركن شديد، فلا تضطرب عند تغير الأحوال. لماذا لا تضطرب؟ لعلمك أن حركتك واضطرابك لا تدفع عنك مكروه ولا تجلب إليك نفع. فطالما الأمر كذلك فاسكن واسترح. وسمعته يقول: سمعت عبد الله بن علي يقول، سمعت أبا جعفر الأصبهاني يقول، سمعت علي بن سهل يقول: الحضور أفضل من اليقين، لأن الحضور وطنات واليقين خطرات. اليقين يعني بيتكلم على اليقين هنا بمعنى علم اليقين، والحضور بمعنى عين اليقين. هي تقسيمات اصطلاحية، فبعض العلماء اعتبر عين اليقين بمعنى الحضور، أي صرت حاضرا في الحضرة فصارت عينا بعدما كانت غيبا. أما اليقين فأنت خارج باب الحضرة. فيقول الحضور أفضل من اليقين، ولا شك في ذلك، أن عين اليقين أقوى من علم اليقين، لأن الحضور وطنات، أي استقرار، أي مقام، واليقين خطرات، أي أحوال تطرأ وتزول تطرأ وتزول. كأنه جعل اليقين ابتداء الحضور، والحضور دوام ذلك، فكأنه جوز حصول اليقين خاليا من الحضور، وأحال جواز الحضور بلا يقين. ولهذا قال النوري: اليقين المشاهدة، لي المعاينة، يعني أن في المشاهدة يقينا لا شك فيه، لأنه لا يشاهده تعالى من لا يثق بما منه. والمشاهدة لا بمعنى عين الباصرة، بل عين البصيرة. والله سبحانه وتعالى لا يرى بالباصرة على الأقل في الدنيا، وإن كان الله سبحانه وتعالى قد يرى بالباصرة والبصيرة في الآخرة، لأن عين الدنيا عين فانية، فكيف يدرك الفاني الباقي؟ فلا بد أن تتغير العين إلى عين باقية حتى تدرك الإيه، حتى تستطيع أن ترى الباقي بلا إدراك. ولكن في الدنيا تدركه بعين البصيرة، وعين البصيرة هي عين الروح، والروح باقية، الروح عينها هي البصيرة، والروح باقية لها بداية ولا نهاية لها. فالروح منذ أن خلقها الله لا نهاية لها، هي خالدة، ولكن تلبس جلابيب مختلفة. هي في عالم الذر بلا جلباب، روح بلا جلباب في عالم الذر وفي عالم الأصلاب، ثم بعد ذلك تبدأ في لبس جلابيب عند انتقالها إلى الأرحام في عالم الأجنة وفي عالم الزهور، ويتغير هذا الجلباب اللي هو الجسد فيها في كل لحظة في خلق جديد، حتى تخرج منه مرة أخرى بالموت، ثم بعد ذلك يلبسها الله في عالم الحشر جلبابا جديدا دائما باقيا يناسب بقائه. فساعتها يلتقي في هذه اللحظة، تلتقي عين البصيرة بعين الباصرة، فيستطيع أهل الجنة أن يروا ربهم على هذه الصورة. أما في الدنيا فلا يرونه إلا بعين بصائرهم، لأنها عين الروح الباقية، والباقي يرى الباقي، والفاني لا يرى الباقي. وقال أبو بكر الوراق: اليقين، وربك أشار إلى ما قلته لك في قول الله عز وجل: لتركبن طبقا عن طبق، أي تركبن، أي تنتقلن من حال إلى حال ومن طور إلى طور. فما زال الإنسان في أطوار مختلفة، والروح كما هي، والروح كما هي، ولكن عند اختلاطها بالأطوار المختلفة تنسى ما كانت فيه من القبل لتطورات تغيرات كثيرة طرأت عليها. فإذا تخفف الإنسان من قيود جسده قويت روحه، فصارت دراكة كما كانت. ولذا من عمل بما علم
أو رفض علم ما لم يعلم، لرده إلى روحانيته الأصلية الدراكة التي عندما عرض الله عليها الأمر لم تطلب دليل، قال ألست بربكم؟ قالت بلى مباشرة بلا دليل، لأنها لا تفتقر لدليل، لأنها في مقام عين اليقين. حتى الكفار قالوا بلى. وقال أبو بكر الوراق: اليقين ملاك القلب وبه كمال الإيمان، وباليقين عرف الله تعالى، وبالعقل عقل عن الله تعالى. عرفت ربك باليقين، وعرفت الشرع بالعقل. فالشرع أي الذي شرعه الله لك تدركه بالعقل، ولذا قالوا العقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف. فالمجنون يعرف ربه ولا يعقل الشرع، فالله سبحانه وتعالى يعرف لا بالعقل، يعرف بالله. الله يعرف بالله، ويعرف الله بالله أي بلا دليل، فيصير لأن كيف خالق الدليل يفتقر لدليل؟ يستحيل. ولذا يكون الله سبحانه وتعالى هو الدال والمدلول، هذا في مجال اليقين. أما في مجال العلم فأنت الذي تفتقر لدليل، الله لا يفتقر لدليل. في مجال العلم المفتقر للدليل أنت، عقلك هو الذي يفتقر لدليل، لأن عقلك هو إدراك روحك بعدما التبست في الجسد، فصار لها مجال حسي ومجال روحاني، اختلط فيها الحس بالروحانية لأنها التبست في الجسد. فلما التبست في الجسد فتحتاج إلى حس تعقله وتدرك به لدليل، تصل به إلى الأشياء من خلال المحسوس إلى غير المحسوس. فإذا ارتقت وتخلصت من هذا الحس عادت إلى عالم الأمر. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، أي من عالم الأمر. فكأن الله علمنا ما هي الروح، قل الروح من أمر رب، أي من عالم الأمر، ألا له الخلق والأمر. فالجسد من عالم الخلق والروح من عالم الأمر، واضح؟ وباليقين عرف الله تعالى، لأن اليقين محل إدراكه الروح، والروح دراك بحالها لا تفتقر لدليل، لأنها من عالم الأمر الذي يتعامل فيه الله معها بغير وسائط. أما في عالم الحس فالتعامل بالوسائط، لأنك لا تتحمل أن يتعامل الله معك بلا واسطة، والوسائط هي الأسباب أو هي الوسائل. وقال الجنيد: قد مشي رجال باليقين على الماء ومات بالعطش أفضل منهم يقينا. ليس من علامات كمال اليقين خرق العوائد، بل قد يخرق الله العوائد لبعض الأولياء ويكونون في اليقين أقل ممن لم يخرق لهم العوائد، لغيرة الله سبحانه وتعالى عن بعض أوليائه، فلا يريد أن يظهرهم للناس غيرة عليه، فيجعل تعامله معهم بطريقة العادة المحسوسة حتى لا يدركهم أحد من الخلق، فلا ينشغلون بالخلق عن الله، لأنه لو خرق لهم العوائد لانشغل الخلق بهم فشغلوهم عن ربه. فأراد سبحانه وتعالى أن يظهر بعض الخوارق على بعض أوليائه، ويخفي من هم أعلى منهم بعدم خرق العوائد لهم. ولذا يقول العارفون أن الكرامة، أصل الكرامة هي الاستقامة وليس هي خرق العوائد. الاستقامة هي عين الكرامة. تنظر لإنسان تجده مستقيم على شرع الله دهرا طويلا مع تغير أحواله، من فقر إلى غنى، ومن غنى إلى فقر، ومن صحة إلى مرض، ومن صغر إلى كبر، ومن شباب إلى هرم، ومن فقد ووجد وغير ذلك، ولكن هو مستمر في طاعة الله، مستمر على عبادة الله، مستمر على معرفة الله، مستمر على مراقبة الله،
مهما تغيرت الأحوال حوله هو مع الله دائما، ويدوم ذلك له، فدوام ذلك له هي عين الكرام، وليست المسألة هي خرق العوائد. فلم تخرق العوائد لنبينا إلا في القليل النادر بالنسبة لحياته صلى الله عليه وسلم. فالمعجزات التي طرأت على النبي في حال حياته لا تمثل إلا قدر ضئيل من حياته صلى الله عليه وسلم، ولكن غالب حياته كان تعامله مع الأسباب، فكان تعامله مع الأسباب سببا لصد بعض الكفار عنه امتحانا لهم، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فصدتهم العادة عن معرفته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم خرق العوائد على يديه صلى الله عليه وسلم تصديقا له حتى يظهر على يديه محل صدقه، ولم تكن خرق العوائد هذه سببا حتى لإيمان الكافر به صلى الله عليه وسلم، ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وعلشان كده يقول لك قد مشى رجال باليقين على الماء ومات بالعطش أفضل منهم يقينا، أي حرمانا في الدنيا، يحرمهم الله سبحانه وتعالى من إظهار كرامتهم في الدنيا غيرة عليهم حتى يكونوا لله خالصين. سمعت الشيخ أبي عبد الرحمن السلمي يقول، سمعت الحسين بن يحيى يقول، سمعت جعفرا يقول، قال إبراهيم الخواص: لقيت غلاما في التيه، التيه يعني في الصحراء القاحلة التي لا علامة فيها، ما فيش علامة فيها، تجد صحراء من جميع الجهات، إذا تقول له يمين شمال يمين على فين، ولا يمين لإيه، ولا شمال على إيه، ولا أمامك إيه، كله زي بعض، ده سموه التيه. لقيت غلاما في التيه كأنه سبيكة فضة، يعني منير. فقلت: إلى أين يا غلام؟ فقال: إلى مكة. فقلت: بلا زاد ولا راحلة ولا نفقة؟ فقال لي: يا ضعيف اليقين الذي يقدر على حفظ السماوات والأراضين لا يقدر أن يوصلني إلى مكة بلا علاقة. قال: فلما دخلت مكة إذا أنا به في الطواف، لا وجد هناك. دول أهل تجريب، يسموهم أهل التجريب، نوع من الأولياء، لأن الأولياء نوعان: أهل تجريد وأهل أسباب. أهل التجريد تجدهم لا يأخذون بالأسباب المعتادة، لأن يتعاملون مع الله بلا علاقة، أي بلا أسباب، أي بلا وسائل، أي بلا وسائط، هؤلاء هم أهل التجريد. وإذا أرادوا أن يأخذوا الوسائط يكون إساءة أدب منهم، فيؤدبهم الله إلى التجريد مرة أخرى، لأنهم إذا أخذوا بالوسائط نزلوا عن الهمة العلية. والأولياء الذين هم من أهل الأسباب إذا أرادوا أن يتركوا الأسباب ويجربوا التجريب، هذا من الشهوة الخفية، فيكون إساءة أدب، فيكون الأدب مع الأولياء الذين هم أهل أسباب أن يأخذوا بالأسباب مع عدم الالتفات إليه، وإذا كانوا من أهل التجريد ألا يلتفتوا إلى الأسباب. فكان هذا الصبي أو هذا الغلام من أهل التجريد، فيتعامل مع الله بلا علاقة. فلما دخلت مكة، سيدنا أبو هريرة كان من أهل التجريد مثلا، وكان لا يتكسب ولا يعمل عملا حتى يتكسب منه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطعمه إذا طعم، ويجوع إذا جاع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من أهل الصفر، إذا جاء للنبي طعام أكل وأكل معه، وإذا جاع النبي جاع معه. فخرج سيدنا أبو هريرة مرة من المرات، تعب من الجوع بقى، فأراد أنه هو يشتغل مزارع باليومي يزرع، فقبله النبي في المدينة في يده غرسات، رايح بقى يزرع. النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو حث غيره من الصحابة أن هم يغرسوا ويزرعوا، وقال: لو قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. يشوف سيدنا أبو هريرة كده هو من أهل التجريب عايز يروح للأسباب، فقال له: ما بيدك يا أبا هريرة؟ قال: غرسات أغرسها لأهل المدينة بالأجر يا رسول الله. قال: ألا أدلك على أفضل من ذلك؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رده إلى التجريب، رده إلى، لأنه من أهل التجريب. ويأتيه من هو من أهل الأسباب ويريد أن يتجرب، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يدله على السوق، يقول: اذهب إلى السوق.
لأنه من أهل الأسباب، فيدل هذا على السوق ويمنع هذا من السوق. فالناس أنواع. قال فلما ده، أنا بقول لك كده ليه حسن تفتكر إن في من الصحابة ما كانوش أهل التجريد، لا كان فيه، وقالوا إن أهل التجريد في الصحابة كانوا أهل الصفة، كل أهل الصفة، وكان عددهم إذا زادوا يوصلوا حوالي قرب 400، ولما يقلوا بسبب الغزوات وغيره يوصلوا 70، وكانوا عايشين خلف حجرة ستنا فاطمة. لما تروح المدينة المنورة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تجد خلف المكسورة الشريفة في مكان مرتفع كده زي مصطبة، كانوا هم بقى عايشين فيها المصطبة. قال فلما دخلت مكة إذا أنا به في الطواف وهو يقول، فوجدوا وصل مكة، ربنا وصلوا بلا علاقة وبلا دليل وبلا قافلة، كل ده دليل انه من اهل التجريد، وصله الله سبحانه وتعالى. وسمعه يقول يا عين صحي ابدا، يا نفس موتي كمدا، ولا تحبي احدا الا الجليل الصمد. فلما رآني قال لي يا شيخ انت بعد وبعد، انت بعد على ذلك الضعف من اليقين، لسه برضو يعني انت لسه مرتبط بالاسباب كده ومثبت عليها، سيبك بقى اخلع بقى وانتقل الى رب الاسباب. ده بيقول كده لمين؟ لسيدنا ابراهيم ابن ادهم. وما هيقول لنا احنا ايه؟ مش هيبص لنا اصلا. وسمعته يقول، سمعت منصور ابن عبد الله يقول، سمعت النهر جوري يقول اذا استكمل العبد حقائق اليقين صار البلاء عنده نعمة والرخاء مصيبة. يا سلام، ليه البلاء يبقى عنده نعمة ويبقى ليه الرخاء مصيبة؟ لأن في البلاء يقتضي الصبر، والصابر يكون الله معه، مش الله مع الصابرين؟ وفي النعمة يكون مع الشكر، والشكر يقتضي المزيد. تحب أن تكون مع الله ولا مع النعمة؟ علشان كده هو يحب يبقى مع الله، فيبقى عنده البلاء أحسن من النعمة، لأنه النعمة يبقى مع مقام الشكر الذي يقتضي المزيد، وفي البلاء يكون مع الله، فمعية الله أولى. يبقى هو ارتقى في مسألة تانية، يبقى الإنسان مش هيصل إلى هذه الدرجة إلا لما يرى أن البلاء عنده نعمة، أي نعمة معية الله. مرض عبدي ولم تعدني، أما لو عدته لوجدتني عنده. مش كده برضو؟ يبقى الإنسان في حال ضعفه وفي حال بلائه يكون معه الله، لكن في حال النعمة يتركك مع النعمة، يتركك مع النعمة تتنعم بها وتؤدي شكرها، فإذا أديت شكرها زادها في يدك، فهو يخاف أن ينشغل بالنعمة عن المنعم، فتصير النعمة عنده بلاء لأنها تصير نوع حجاب. دي مسألة تانية بقى، يقين تاني، درجات أخرى. يعني ممكن صار البلاء عنده نعمة والرخاء مصيبة، وكمان علشان البلاء لا حظ للنفس فيه والنعمة للنفس حظ فيه، وهو يريد أن يقتل شهوات نفسه، فالنعمة تقوي نفسه عليه والبلاء يقهر نفسه، وهو يريد أن يقهر نفسه، فالبلاء له فوائد كثير، والبلاء يقتضي الأجر والنعمة تقتضي الشكر. البلاء بحد ذاته كده مقتضاء الصبر الذي يكون معه المعية والأجر العظيم، أما النعمة فمقتضاها التكليف، والتكليف يقتضي أن تقوم به على الوجه الأكمل أو تقصر، فيقتضي الامتحان، فأنت تريد الامتحان أم تريد عدم الامتحان؟ فمقتضى النعمة الامتحان، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني امتحان، الخير امتحان. وقال أبو بكر الوراق اليقين على ثلاثة أوجه، يقين خبر اللي هو علم اليقين، يقين خبر جالك الخبر فتيقنته،
ويقين دلالة، يبقى صار أمامك الدليل، ويقين مشاهدة اللي هو عين اليقين أو حق اليقين على الدرجات. هو تفاوتات في كلام العلماء. فيقين الخبر يبدأ أولا بالعلم والتصديق، ويقين دلالة يعني علم يقين. يبقى يقين الخبر الأول ده ممكن تقول عليه هو الإيمان الأول، ويقين دلالة هو علم اليقين، ويقين مشاهدة هو عين اليقين، ولسه لم يرتقي إلى حق اليقين. وقال أبو تراب النخشبي: رأيت غلاما في البادية يمشي بلا زاد. يبقى برضو لقى برضو غلام كده من أهل التجريد. ما تعملش كده وانت من أهل الأسباب، لأن لو عملت كده وشافك سيدنا رسول الله هيقولك ليه جيت من غير طعام. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فتزود في السفر، خير الزاد هو الذي يقيق أن تسأل الناس. أدي معنى خير الزاد التقوى، أي الذي تتقي به سؤال الناس. والتقوى هي من المفردات في القرآن اللي لها معنى غير معنى التقوى المعتاد. وتزودوا أي في الحج، فإن خير الزاد الذي يقيق مسألة الزاد من الناس. ما تخرجش انت مع افواج الحجاج بلا طعام وطول ما يجراش حاجة، ما هم هياكلوا هياكلوني معاه، تبقى خارج شحات. لا، اخرج بقى معاك الزاد الذي يقيق مسألة الناس. فهمت؟ وتزودوا فان خير الزاد التقوى، ده لاهل الاسباب. طيب، والتانية: وتزودوا فان خير الزاد التقوى، لاهل التجريد. اي تزودوا باليقين، فان خير زاد هو اليقين الذي يقيك ان تنظر وتلتفت للاسباب اصلا. فالآية صالحة لأهل التجريد وصالحة لأهل الاسباب على كل الوجوه. رأيت غلاما في البادية يمشي بلا زاد، فقلت ان لم يكن معه يقين فقد هلك. الولد ده لو ما كانش عنده يقين وماشي كده بلا زاد، ولا معاه حتى طعام ولا شراب ولا حاجة كده، وماشي في الصحراء قاحلة ومعهوش حتى قوافل ولا حاجة تساعده، لا ده لو ما عندوش يقين ده هيموت، هيهلك 100% هلك. فقلت: يا غلام، في مثل هذا الموضع بلا زاد؟ فقال: يا شيخ، ارفع رأسك، هل ترى غير الله عز وجل؟ فقلت: الآن اذهب حيث شئت. طالما انت بتتعامل مع الله بلا سبب اي بلا علاقة، تبقى من اهل التجريد، امشي بقى، احنا ملناش دعوة بيك. سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا نصر الأصبهاني يقول: سمعت محمد بن عيسى يقول: قال أبو سعيد الخراز: العلم ما استعملك واليقين ما حملك. العلم ما استعملك أي ما دلك على الطاعة والعمل، واليقين ما حملك أي ما دفعك إلى الطاعة والعمل. يبقى هناك دوافع وهناك معلومات. فالعلم معلومات تعرفك ان لابد انك تطيع ربك. طب ما كل الناس عارفة انها لازم تقوم تصلي، وان الكذب حرام، واكل اموال اليتامى ده خيبة ومصيبة. لكن تجدهم بالرغم من كده ياكل اموال اليتامى، وتجده بالرغم من كده يكذب، وتجده بالرغم من هذا يسمع الاذان وما يجيش يصلي، مع انه عارف بمقتضى العلم. تيجي تسأله ايه الاذان ده يقولك اه صلاة مفروضة. طب ما تيجي تصلي، ربنا يسهل ادعيلي. يعني العلم يستعمله، يدل على انه لابد ان يعمل. لكن طب ايه الدافع بقى اللي يخليه عنده الحماس ان يقوم يعمل بقى؟ اليقين. فاليقين يديله الدافع ده. العلم يديله بس انه هو مكلف وانه واجب عليه يعمل كذا. طيب، والدافع بقى انه يبطل او يلتزم او يمتنع عن المعصية، الدافع ده هو من اليقين. فاليقين ما حملك والعلم ما استعملك. فهمت كلامهم بقى؟ الناس المدخنة يمسك السيجارة كده قرفان منها وعارف انها مضرة، عارف، يبقى عنده علم يحمله على، يعني يدله على ايه؟ على ضرره. علمه ده يدله على ضرره. طب ليه مش عايز يبطل؟ لانه لم يبلغ درجة اليقين الذي يدفعه الى ان يكره فيلفظه. فهمت ازاي؟ وعشان كده تجد كتير من الناس حافظين القرآن وعلماء وازهرية، وتجده غير مستقيم على شرع الله. وازهري وعالم وعمة قد كده،
لانه ما عندوش يقين، عنده علم بس، علم ثقافة. العلم ده يبقى ثقافة، لكن اليقين يبقى سلوك. فاليقين سلوك والعلم ثقافة. وعلى اي حال السلوك يحتاج العلم، والعلم بلا سلوك لا ثمرة له. العلم ما استعملك، واليقين ما حملك. وسمعته يقول، سمعت أبا بكر الرازي يقول، سمعت أبا عثمان الآدمي يقول. هدي لك مثال تاني عشان تفهم الحتة دي. أنا بكتر من الأمثلة على فكرة، لأن ده ضروري علشان تفهم من الحس. والمثال ده قاله لنا الشيخ الشعراوي زمان أيام ما كان بيدي التفسير. يقول لك لو جابوا شاب وحطوه مثلا في حجرة مع فتاة هو بيحبها، وبعدين قالوا له ايه، اقعد معاها شوية على ما نولع النار في الأوضة اللي جنبك، علشان احنا هناخدك نحطك في النار دي لو لمستها. وهو بقى قاعد معاها سامع النار بتتولع، وسامع هيفكر يلمسها ده قبل، ولا لو قعدوا معاها سنة ولا يبصل، صح؟ يبقى اليقين يدفعه على عدم فعل المعصية مع انها متيسرة امامه. لكن لو حطوه وقالوا له في نار، غالبا اللي بيمس امرأة بيروح للنار دي، لكن هو مش سامع صوت النار وهي بتولع، ولا مدرك هي هتبقى موجودة ولا مش موجودة. خلاص بقى حلني يا عم، عيشني النهاردة وموتني بكرة. الناس يقول لك كده، واخد بالك ازاي؟ يقوم ايه، يعمل المعصية. الشيخ الشعراوي مرة قال المثال ده. ادي معنى اليقين ما حملك، والعلم ما استعملك. فالعلم ممكن ما يكونش مع ظاهره عمل، العلم قد لا يكون مع ظاهره عمل، لكن يدلك على العمل بس، لكن ما يخليش العمل يظهر، يدلك بس. لكن اليقين بقى يدفعك، يدفعك دفع. فهمت المسألة بقى؟ وسمعته يقول، سمعت أبا بكر الرازي يقول، سمعت أبا عثمان الآدمي يقول، سمعت إبراهيم الخواص يقول، طلبت المعاش لأكل الحلال. ابراهيم الخواص من اهل التجريب، وهو كل شوية يمشي في الصحراء يقابل ناس اهل التجريب يدلوه على التجريب، لانه من اهل التجريب، ما يمشيش حتة الا وربنا يوقعه مع اهل التجريب، على شاب ربنا بيدله على نفسه يمشي زيه، يقابل شاب، يقابل امرأة، يقابل زي انت عارف القصص بتاعته كتيرة قرأناها هنا، كلهم يدلوه على التجريب. هو في مرة قال والله ما اشتغل صياد بقى، او الصيد ده حاجة كويس بدل ما انا قاعد جعان كده طول النهار ولا لاقي شغلة ولا مشغلة، اما نروح نشتغل صياد هنطلع سمك من البحر. لا في بقى ايه مشاكل، ولا دخلته ربا ولا دخله حرام، حاجة حلال 100% كده، سمكة طالعة كده تمام التمام نشويها وناكلها، مفيش حلال بعد كده. فبيقول طلبت المعاش لأكل الحلال فاصطدت السمك، لأن السمك ده 100% مش داخلها ضرايب ولا مكوس ولا أي حاجة، ولا حتى في وزن للناس، ولا في غش ولا تطفيف ولا حاجه، يرمي السناره تطلع سمكه ياكلها وينام، مفيهاش مشاكل. فيوما وقعت في الشبكه سمكه فاخرجته، وطرحت الشبكه في الماء فوقعت اخرى فيه فرميت بها، ثم عدت فهتف بي هاتف، لم تجد معاشا الا ان تاتي من يذكرنا فتقتلهم. يعني هو ربنا بقى بيدله على انه هو من اهل التجريد، بطل بقى، بطل بقى، سيب الصيد لغيرك، سيب الصيد لغيرك، دي مش شغلتك كده. قال فكسرت القصبة وتركت الاصطياد. زي ما سيدنا رسول الله خد الغرفات من ايد سيدنا ابو هريرة وقال له روح على الجامع تاني، اجري، روح على المسجد اجري، قول سبحان الله والحمد لله، اجري، تقعد تشتغل لي زارع هنا، ايه ده؟ اجري روح، ودله على المسجد. شفت نفس القصة. باب الصبر. ممكن الانسان يكون في بداياته من اهل الاسباب فيرتقي ويصير من اهل التجريد في مرحلة من مراحل حياته، وانت لا تترك الاسباب حتى تتركك الاسباب، يعني لا تترك الاسباب وهي معك حتى تتركك هي الاسباب. فانت ان تركت الامر بنفسك وكلك لنفسك، وان خرجك هو منه اعانك. يقول لك لا تخرج نفسك مما أقامك الله فيه حتى يخرجك هو منه. فإن أخرجت نفسك وكلك لنفسك،
وإن أخرجك أعانك في الحكم العطائية. بقولها بالمعنى يعني، بقولها بالبركة كده، لكن هو المعنى المطلوب. قال: باب الصبر. الصبر هو حبس النفس على جزع مع الشكوى، حبس النفس على جزع كامن عن الشكوى. ده كلام سيدنا الامام الهروي في منازل السالكين بيعرف الصبر كده: حبس النفس على جزع كامن عن الشكوى. يعني لما ربنا يبتلي الانسان كده، وده نوع، ده بيتكلم على تعريف الصبر في حال معين، لان الصبر له احوال. لما يأتي تملي الصبر يكون على المر، مش كده بيقول؟ مش الصبر على المر؟ حتى قالوا ان الصبر كسمه. يعني ايه هو الصبر؟ قال لهم الصبر كسمه، صبر برضه. طب لما تروح تشتري صبر من عند العطار مش بيبقى مر؟ فقال لك الصبر كسمه، يعني الصبر مر، مش كده برضه؟ يعني على القضاء المر، يبقى هو ده الصبر. انت بتحبس نفسك عن الشكوى وعن الجزع. ليه؟ مع مرارته، لشهود الفاعل. لان لما تعرف ان الفاعل هو الله هتشتكي مين لمين؟ تقوم تحبس نفسك، عيب، استحي كويس. وبعدين الحاجة التانية اللي تمنعك انك تبوح وتشتكي: تيقن ما وعد الله للصابرين. انك متيقن ان ربنا سبحانه وتعالى بيدي للصابرين بغير حساب، فتقول استحي بقى واسكت. وبعدين اللي يدفعك كمان كده انك انت تعلم ان الجزع مش هيمنح حاجه. يعني ما تقول يا لهوي يا سيدي يا خرابي، لو تقعد تصوت وتولول الليل نهار هيمنع الولوله والتصويت والحاجات دي؟ هيمنع اللي انت فيه؟ بالتجربة شفت الناس كلها صوتت وكل الناس جزعت، وبعدين خدوا اللي فقدوه لما جزعوا، فصار مع علمك بان الجزع لا يرد المفقود ولا يدفع الموجود، يبقى لا داعي بقى ايه للجزع. فهمت بقى ازاي؟ يبقى كيف تحصل الصبر عندك؟ لازم تعرف الحاجات دي، تشهد الفاعل وتتيقن الاجر وتعلم ان الجزع لا يدفع ولا يجلب. سهلة؟ عشان تقولي ازاي انا حفر الصبر، دلوني على الصبر منين الاقيه، مش عملوه اغنية؟ نقول له هتلاقيه بالتلات حاجات دي: بشهود الفاعل هو الله، فلمن تشتكي، فأين تذهبون، أين المفر. شهود الفاعل، تيقن الأجر، وعلم عدم فائدة الجزع. فلو عرفت الحاجات دي كلها بطل شكوى بقى، ما تقعدش مع الناس بقى تشتكي الاسعار واحنا لاقيين ناكل واحنا عارفين نعيش واحنا مش عارف ايه. بطل بقى، بطل بقى واتقي الله. واحنا عارفين نلبس وعنده دولاب تفتح وينزل الهدوم عليه من كترها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده حاجه بيشيل فيها هدوم. واي واحد فينا افقر خلي الله وقت تفتح بيته تلاقي عنده برضه دولاب ولو ظرفه واحده، يعني عنده بطل، عنده حاجة غير اللي لابسها ولو مقطع عنده. وكان من الصحابة ما عندوش الا اللي لابسه، ولما كان يغسل يقعد جنبه لما ينشف عشان يخرج يصلي. ما حصلت لكش انت دي، لكن دائم الجزع ودائم الشكوى، فين الصبر؟ يبقى الصبر شهود، تيقن، وعلم. الصبر تحصيله، كيفية تحصيله؟ بالشهود والتيقن والعلم. شهود الفاعل وتيقن الاجر والعلم بعدم فائدة الجزع. سهلة؟ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. ربنا جايب لك الصبر في ثلاث درجات أو في الآية، يبقى الصبر ده ثلاث مراتب. اصبروا أي في البلاء، وصابروا، وصابروا أي عن المعصية، ورابطه اي على طاعة الله. يبقى الحكاية كلها دي المراتب. تصبر في البلاء، قضاء والقدر خيره وشره، حلو ومر من الله، شهود الفاعل. تصبره وصابر
البعد عما يغضب الله اي عن المعاصي، ورابط اي على طاعة الله استمر. يبقى هي دي المراتب. او اصبروا في الله وصابروا بالله ورابطوا مع الله. اصبر في الله وصابر بالله ورابط مع الله. ده قبل الصبر في التصبر اللي هو اللي لسه اللي هو كي جي وان. يعني الصبر ده سنة اولى، لكن في قبل سنة اولى حاجة انك انت تحاول بقى تتصبر. الصبر مع التصبر، لازم الاول اتصبر مش كده برضو؟ يكون لله، التصبر يكون لله والصبر يكون في الله والمصابرة تكون بالله والمرابطة تكون مع الله. فيبقى في صبر لله وصبر في الله وصبر بالله. والمصابرة تكون بالله والمرابطة تكون مع الله. فيبقى في صبر لله وصبر في الله وصبر بالله وصبر مع الله. الفرق بين الصبر لله هي رؤية التكليف، والصبر في الله هي رؤية التشريف، والصبر بالله هي عدم الحول والقوة والتبري منه، وهي رؤية أن الموفق هو الله والاستعانة تكون بالله. والصبر مع الله هي الفناء عن كل ذلك، فلا ترى إلا الله. دي كلها درجات شغلانة تمشي فيها كده، طريق تمشي فيه. قال الله عز وجل: واصبر وما صبرك الا بالله. يبقى قال لك الصبر بالله اهو، يبقى قال لك على في ان في حاجه اسمها صبر بالله، اي صبر مستعينا فيه بالله. فانا اصبر لا بنفسي، لا اصبر بجهدي، لا اصبر بعملي، بل اصبر بالله. فلا حول ولا قوه الا بالله. ففيها نوع التبري. واخبرنا علي بن احمد الاهوازي قال اخبرنا احمد بن عبيد البصري قال حدثنا احمد ابن علي الخراز قال حدثنا اسيد بن زيد قال حدثنا مسعود بن سعد عن الزيات عن ابي هريرة عن عائشة رضي الله عنهما رفعته، يعني رفعته الى النبي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ان الصبر عند الصدمة الاولى. وأخبرنا علي بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا محمد بن مرداس قال حدثنا يوسف بن عطية عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصبر عند الصدمة الأولى. يعني الصبر وقت الصبر بقى. أنت عرفت ما هو الصبر وكيف تحصيل اسبابه وانواعه، طب متى وقته؟ وقته عند الصدمة الاولى. يبقى النبي هنا يبين وقت الصبر، لا يبين حقيقة الصبر بل يبين وقت الصبر، اي وقت الصبر الذي يثاب الانسان فيه، اي يكون عند الصدمة الاولى، اي مع الصدمة الاولى، اي في وقت حدوث الصدمة الاولى. مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر فيه ابنها، فقال: اصبري. فقالت: اليك عني، فانك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. ما عرفتش ان اللي بيكلمها ده النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: اليك عني، فانك لم تصب بمصيبتي. النبي من عادته الا يلوم احد، فتركها وانصرف. فقال لها الناس: ويحك رسول الله كيف تجيبه بهذا؟ فكأنما
أصابها الموت من الخضة لما عرف، وصارت تجري نحو بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تجري عنده بوابين، فقالت يا رسول الله أصبر أصبر يا رسول الله، والله لم أعرفك أصبر. ملمهاش على طريقة إجابتها الأولانية اللي ما تلقش، فدلها بقى قال الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، هو ده الصبر، بشهود الفاعل، بالعلم بأن الجزع لا يمنع ولا يجلب، وبتيقن الأجر. فالإنسان يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه. ثم الصبر على أقسام، هيبتدي يكلمك على أنواع الصبر بقى، صبر على ما هو كسب للعبد، وصبر على ما ليس بكسب له. يبقى صبر على أشياء أنت مكلف بتحصلها اسمها كسبية، وصبر على أشياء أنت مجبور فيها اللي هي الايه الأحكام والأقدار، أقدار الله على عباده، يقدر مرض، يقدر بلاء، يقدر عافية، يقدر كيف يقدر سبحانه وتعالى، ده ليس بكسبك، القضاء والقدر ليس من كسبك، وأنت مطلوب أن تصبر عليه. يبقى هناك صبر نوعان، قسمان، قسم كسبي مطالب أنت مكلف بتحصيله، والقسم الكسبي نوعان، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية، مش كده برضو؟ يبقى في الآخر يتحصل ان هو ثلاثة، اتنين كسبيين وواحد ليس بكسب. فالصبر على المكتسب على قسمين، صبر على ما أمر الله تعالى به أي من أوامر، تلتزم الطاعات والأوامر وتصبر على ذلك، أحب الأعمال عند الله أدومها وإن قل، يعني تصبر عليه وتواظب عليه، وصبر على ما نهى عنه. مش طول ما أنا طول عمري بقى ما بشربش الخمرة بقالي 20 سنة، من دوقها بقى مرة مش حجر ما ينفعش، تستمر على هذا حتى تلقى ربك، ممتنع عن المحرمات حتى تلقى ربك، يبقى تفضل صابر على ترك المحرمات وصابر على فعل الطاعات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والعبادة هي القيام بالمأمور وترك المنهي وتجنب المنهي. وأما الصبر على ما ليس بمكتسب للعبد فصبره على مقاسات ما يتصل به من حكم الله فيما يناله فيه مشقة. حكم الله عليك أن توجد في هذا الزمان، في هذا العصر، في هذه البيئة، بهذه الدرجة من العلم، في هذا المنصب، في هذا الحال، في هذا المقام، دي أحكام الله أنت ما اخترتش فيها، إنك أنت تبقى في عصر مثلا حسني مبارك، وإنك أنت تبقى في القاهرة مش في أقاصي الصعيد، وإنك أنت يبقى عندك مش عارف كم سنة دلوقتي، وإنك أنت تبقى في الكلية الفلانية مش في الكلية العلانية اللي كنت عينك عايزاها، لا، ربنا أقامك في هذا كله، وأراد إن يبقى أبوك فلان اللي وظيفته كذا، ويبقى عنوانك في الحتة الفلانية، كل الحاجات اللي أقامك فيها، كل البيئة اللي ربنا أنشأ فيها دي أنت ما اخترتهاش خالص، لم تختار أمك ولا أبيك ولا زمانك ولا مكانك ولا مقامك ولا أي حاجة. يبقى أنت مطلوب بأنك أنت إن كانت على غير هواك تصبر، وإن كانت على مقتضى هواك تحمد وتشكر. فهمت؟ سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول، سمعت الحسين بن يحيى يقول، سمعت جعفر بن محمد يقول، سمعت الجنيد يقول، المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل هين على المؤمن، يعني الانتقال من الدنيا للآخرة بالموت سهل على الموت، لأن المؤمن لما يعين الموت لا يمكن يفكر يرجع للدنيا تاني، وما عند الله خير للأبرار، خلاص ده فلت، ده كان مسجون وفلت، فأول ما يفلت خلاص يرجع تاني. معقول؟ معقول الجنين بعد ما خرج من بطن أمه عايز تدخله الرحم تاني؟ تحشره تاني هيتحشر ازاي؟ حاول كده ما تعرفش، خلاص طب اعرض عليه، لا يمكن، يموت وما يخش، شوف يموت وما يدخلش، ولو غصبت عليه يموت كمدا وحزنا واختناقا. فانت كذلك لما تولد تتولد من رحم الدنيا الى البرزخ، دي ولادة تانية برضه، تجد ان البرزخ واسع بنسبة سعة الدنيا لرحم الام، فتلاقي نفسك انتقلت من سجن ضيق الى حاجة واسعة، ايه الحلاوة دي؟
واحنا ما كناش عايشين بقى. فإليه الحكايه سهله هينا. وما عند الله، ربنا خلص لك دي كلها بقوله وما عند الله خير للابرار. وعشان كده لا يريد ان يعود للدنيا مره اخرى الا الشهيد، عشان يسيبها تاني، مش عشان فرحان بيها، لا ده عايز يرجع لها عشان يقتل تاني عشان يسيبها تاني، لانه شاف الثواب حاجه عظيمه قوي، فقال لا ده. وطبيعه الانسان طماع، يحب الثواب الازيد والاكثر، واخد بالك؟ والطمع في الله مرغوب فيه، للشهيد الوحيد بس اللي يحب يرجع تاني، انما غير كده كله يا عم صدق فلك مع السلامه. وعشان كده بيقول لك المسير من الدنيا الى الاخره سهل هين على المؤمن، وتجد روحه كده زي الشعر تطلع منه بسهوله هاديه هينه. وهجران الخلق في جنب الله تعالى شديد، ده في بداية السلوك مع الله، في التكليف بقى، في التكليف بداية السلوك مع الله يجب عليك ان تتعامل مع الناس كأنهم داء ودواء، فتاخد منهم بقدر الضرورة والحاجة. لكن انت في بدايتك كنت متعود تقعد مع الشلة وتسهر معاهم وتتكلم معاهم وكل يوم بالمحمول وتدي مسد كولز وقاعد طول النهار تتكلم ومشغول، وتدي مواعيد في النادي ومواعيد في الشارع ومواعيد مش او شغلانة الدنيا بقى، تقدرش تمشي تعمل خطوتين لوحدك، لازم يبقى معاك حاشية كتيرة، ده يونسك وده يكلمك وده يلعبك وده شغلانة. لكن اول ما تبتدي ربنا يفتح لك باب الطاعة وباب الارادة بداية السلوك، تلاقي نفسك لابد انك انت تبتدي تهجر الناس، فتجد ان عملية صعبة، صعبة في الاول، لكن بعد ما تدوق حلاوة الطاعة والعبادة تبتدي تستوحش من الناس، بعد ما كنت تستأنس بيهم بقيت تستوحش بيهم. عشان كده يقول لك ايه، وهجران الخلق في جنب الله تعالى شديد، ده في بداية السلوك. تيجي كل شوية واحد يقول لك انا حخرج بس اتمشى قبل صحابي، يا عم اقعد اقرا قرآن شوية. لا لا يعني سعل ربك وسعل قلبك وربنا يسهل، مش كده برضه؟ صعب عليه برضه، تفطمه مرة واحدة، وكل يوم كان بيقعد في النادي 10 ساعات، هتقعده بعد كده تقول له طب روح النادي ساعة واحدة، تقول لا قليل قوي، ساعة ده انا يا دوب على بس ما اقعد كده خلص ساعة. لكن تصدق بعد ما ايه يدوق حلاوة الطاعة بعد سنة واثنين وثلاثة وشهر واثنين وثلاثة، تيجي تتحايل عليه روح النادي يقول لك يا اخي بتخنق والله ما بطيق اقعد هنا. مش دي بتحصل؟ حاجات كده في البداية. ويقول لك من علامة الإفلاس الاستئناس بالناس، ده عند مين؟ عند ايه؟ مش في اهل البدايات، في اهل الاوساط الوسائط، لكن اهل النهايات يرجعوا للناس تاني، يجد ان هو تعامله مع الناس تعامل مع الله. فهمت ازاي؟ يرجع تاني يرد، بس بيرجع بقى للناس بكسوة الانوار بعدما خرج منهم من حالة الاغيار. فهمت ازاي؟ دي مسألة تانية. وهجران الخلق في جنب الله تعالى شديد، والمسير من النفس الى الله تعالى صعب شديد لما فيه من مخالفة النفس طبعا بالشهوات، والصبر على الله مع الله اشد. والصبر بقى مع الله كل الحاجات اللي فاتت دي صعبة، واصعبها الصبر مع الله، اي مع دوام المراقبة. ما الصبر مع الله يعني ايه؟ دوام المراقبة، باستمرار تراقب ربك على طول، ما تغفلش عن ربك، باستمرار تراعي الادب مع الله في السر والعلن مع الناس وبغير ناس، في حال السكون وفي حال الحركة، في حال الفقر وفي حال الغنى، في كل حال. فتجد الحكاية صعبة، عشان كده قال لك ان اصعب حاجة هي الصبر مع الله. وسئل الجنيد عن الصبر فقال هو تجرع المرارة من غير تعبيس. شوف بقى انت لما تدوق كده الدواء المر تلاقي وشك كشر، حتى الواحد من غير ما تقول له ده مر يعرف من وشك كده انه طعمه وحش، صح؟ لا، هو سيدنا الجنيد بيقول لك بقى ايه، الصبر ده بدايته انك تتجرع المرارة وكأنك انت بتشرب مية، يبقى ده لتمكنه في مقام الرضا. يبقى هو بيعرف الصبر بنهاياته، بيعرف الصبر بنهاياته سيدنا الجنيد مش ببداياته، لان نهايات الصبر مقام الرضا، اللي هو ما يدوقش في دي مرارة يلاقي الصبر ده مش مر ولا حاجة، ولا يلاقيه علقم ولا حاجة، ده يلاقيه زي المية كده عادي. بعد شوية بقى يبقى في مقام المحبة، ده يلاقيه زي السكر، كل الناس بتدوقه مر
وغيره بيدوقه زي الميه ملوش طعم لكنه بيتقبله. لا هو بقى يقول لك كمان ايه الحلاوه دي؟ فهمت ازاي؟ لان هو في مقام اعلى. فهمت؟ فقال هو تجرع المراره من غير تعبيس لتمكنه في مقام الرضا. يبقى هو بيعرف لك الصبر بنهاياته لا ببداياته. ده سيدنا الجنيد يعني. وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد. يا شفت اهميته بقى سيدنا علي كلامه منوه لدرجة ان لو ما قالكش كلام سيدنا علي تفتكره كلام النبي، لقي فيه كده روائح النبوة. سيدنا علي كده ليه كلام كتير تحس فيه تشم فيه روائح النبوة. فبيقول لك هنا الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد. يعني في حد يمشي من غير رأس؟ مش كده برضه؟ ما ينفعش. كذلك لا يستطيع الانسان ان يحافظ على ايمانه بغير صبر. لان الايمان مقتضاه المواظبة على مراقبة الله عز وجل ليل نهار، اللي هي الاحسان. ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك، اللي هي ثمرة الايمان والاسلام والاحسان. وقال ابو القاسم الحكيم قوله تعالى واصبر امر بالعباده، وقوله وما صبرك الا بالله عبوديه. واصبر تكليف، مش كده برضو؟ اصبر يبقى تكليف، والتكليف عباده. العباده مش فيها التكليف؟ فيها التكليف. وقوله وما صبرك الا بالله استعانه وتبري من الحول والقوه. انت في بدايتك في الفتحه بتقول اياك نعبد، عبادة تكليف، وإياك نستعين أي متبرين من حولنا وقوتنا. يعني نعبدك لا لك بل نعبدك بك. فهمت ازاي؟ يبقى إياك نعبد أولا لك، إياك، ثم بعد ذلك نرتقي من مقام العبادة إلى مقام العبودية، فتصير العبادة بالله لا لله. وإياك نستعين، أدي معنى إياك نستعين. فتصير العبادة بالله لا لله. فمن ترقى من درجة لك إلى درجة بك فقد انتقل من درجة العبادة إلى درجة العبودية. أصلي لك ولا أصلي بك؟ أصلي لك عبادة، أصلي بك أي بقوتك وبحولك وبتوفيقك عبودية. فهمت ازاي؟ فإذا ارتقيت إلى حال لا ترى نفسك صارت عبودة. يبقى في عبادة عبودية عبودة. سهلة دي؟ عبادة لك، عبودية بك، عبودة قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. كان الله ولم يكن شيئا معه. ما فيش حد مع الله اصلا. مقام الفناء. قال صلى الله عليه واله وسلم بك احيا وبك اموت. ما قالوش لك احيا ولك اموت. مش كده برضو؟ بك. يبقى انتقل من مقام لك الى مقام بك. لا تكلني لنفسي طرفة عين ولا لاحد من خلقي. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول، سمعت أبا جعفر الرازي يقول، سمعت عياشا يقول، سمعت أحمد يقول، سألت أبا سليمان عن الصبر فقال والله ما نصبر على ما نحب فكيف على ما نكره. يعني هو عايز يقول لك ده أنت ما بتصبرش على دوام النعمة يا اونطاجي، ما تصبرش على دوام. لو اكلك كباب كل يوم هتقول نفسي في طعميه. ده انت مش هتصبر على دوام ما تحب، فكيف تصبر على ما تكره؟ شفت كلامه؟ يا خبر ابيض، ده ايه ده؟ ده عايش معانا كل يوم خس وجزر، كل يوم خس وجزر. عارف الارنب الغضبان؟ اهو انت بالظبط الارنب الغضبان. مش انت يعني، يا انت يا انسان. هذا الانسان هو الارنب الغضبان. لو ربنا اقامه في النعمه ليل نهار يتبطر.
مش قادر يصبر حتى على النعمة، عايزها تتغير. يقول يا كل يوم اخرج الاقي العربية واقفة على، انا نفسي اركب الاتوبيس. اعوذ بالله. اه والله بتحصل والله. وبعدين يركب الاتوبيس يومين ثلاثة يقول ياه مش قادر، رجعوني للعربية، يشيلوه على اكتافه ويوصلوه للعربية. يعني لا صابر كده ولا صابر كده، مش عاجبه حاجة، هو الارنب الغضبان. فهو بيقول لهم هنا والله ما نصبر على ما نحب فكيف على ما نكره، يعني بيدلهم على الصبر بالله لا لله، يعني استعن بالله حتى تحصله، استعن بالله حتى تحصله، فإن نفسك لا تحصله، نفسك لا تصبر على ما تحب فكيف تصبر بذاتها على ما تكره، فلتحصله استعن بالله. فهي كأنه عايز يدله على الصبر بالله، فهمت ازاي؟ هو بيسأله عن الصبر لله، قال له ما انت الصبر اللي انت بتسأل عليه ده انت ما تستحملوش ولا تعرف تعمله، انت احسن حل قول يا رب بالله استعين بك، قوني، كن معي، كن عوني، لا تنظر لنفسك وحولك وقوتك بل انظر الى الله. وقال ذو النون الصبر التباعد عن المخالفات والسكون عند تجرع غصص البلية. التباعد عن المخالفات يعني البعد عن المعاصي مع مراعاة الادب، والسكون عند تجرع غصص البلية، مش قاعد طول النهار بيفرفر وطول النهار قاعدين نهويه ونطبطب عليه وزيش استحمل، معلش شد حيلك، معلش مش ناخده بالحضن ونطبطب، مش قادر يستحمل غصص البليات طول النهار، ونبخ في وشه ونديله بطل نفوق ونديله مش عارف ايه ليه ما تصب. ادي معنى يبقى السكون، يبقى عنده سكون مش طول النهار قاعدين ايه نسند فيه ونوضب فيه ونتصل بالعيال المركزه ينقلوه، والراجل مش مستحمل والست غم عليها وجرى لها، لا ده مش صبر، ده صبر ايه ده لما كل الجيران قاعده طول النهار تسند فينا، صبر ايه بقى ده؟ لكن الثاني بقى السكون عند تجرع غصص البلايا، يبقى البلاوي كلها فيه، واقرب الناس اليه ما يعرفوش، انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلم. واظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشه، يبقى مش لاقي اللضا والناس متصوره ان هو يا سلام واكل شارب كله تمام، يبقى مستغني بالله، هو ده الصبر صحيح. وقال ابن عطاء الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الادب، يعني بعدم الشكوى. ليه؟ لشهوده الفاعل وهو الله، مش كده برضه؟ ولعلمه ان الجزع والشكوى لا تمنع ولا تدفع ولا تجلب، مش كده برضه؟ فخلاص يسكت بقى. وقيل هو الفناء في البلوى بلا ظهور شكوى، الفناء في البلوى يعني ما يبقاش نفسه ليها حس في البلوى، مش قاعده طول النهار عاجبها ومش عاجبها، وقاعد طول النهار يطبطب على نفسه يهديها، لا ده نفسه مش موجوده اصلا، يعني هو اصلا مش بيهدي حاجه، ما عندوش حاجه اصلا مش راضيه علشان يهديها، فهمت المساله بقى؟ يعني مش قاعد بيطيب بخاطر نفسه علشان يقول لها لا اتقي الله يا نفسي، ده الفاعل هو الله، وضرب الحبيب زي اكل الزبيب، والحكايه سهله، وربنا كرمنا كتير يا نفسي قبل كده 40 سنه ساترنا، عديها شويه معلش، قاعد يطبطب على نفسه ويكلم نفسه بينه وبين نفسه. لا التاني بقى عايز يقول لك ان في مقام اعلى، نفسه دي مش موجوده فهي فنت خلاص، فتيجي الحكايه سهله عليه، ما عندوش حاجه قاعد بيكلمها بيهديها بيمنع جزعها، فهمت ازاي؟ وهو الفناء في البلوى بلا ظهور شكوى. وقال ابو عثمان الصبار، ده مقام بقى عالي، صبار يعني ايه؟ يعني صبر ورا صبر ورا صبر، صيغه مبالغه بقى، صيغه مبالغه في الفعل يعني. الصبار الذي عود نفسه الهجوم على المكاره، يعني معود نفسه كده ان الدنيا دار ابتلاء، دار عادي، فلما يجي منها خير يعتبره مكسب، ولما يجي منها بلاء هو ده اصلها، وهي دي اصل ان هي تبقى فيها المكاره، فلما يقابله المكاره عادي، ما هي دي حالها عادي، ولما يجي له خير ولا شويه
يعتبر ان هو ده الاستثناء، يعتبر الاستثناء هو الخير والراحة، وان الدنيا هي اصلا يبقى متعود على ملاقات المكاره. وقيل الصبر المقام مع البلاء بحسن الصحبة، يعني يا سلام يجي له البلاء كده يفتح له الصالون اللي هي حجرة كبار الزوار ويدخله من احسن باب عنده في قلبه، احتاج سهل اهت يا عم، ويجي ماشي كده ليه ما انت كنت مشرفنا، ما انت كنت ليه ماشي، ما احنا كنا حلوين. ادي حسن الصحبة، مش يقابله بالعبوس. شوف انت اما تقابل البلاء بالعبوس يقول لك يا اخي لاقيني ولا تغديني، يجي يقول لك يا اخي تبسمك وجه اخيك صدق، ابتسم يا اخي، ابتسم كده وقول لي اهلا وسهلا، عشان يبقى ايه، يبقى في حسن صحبة. فالبلاء ده لانه شايف ان البلاء ده جاي له ترقية، جاي له ترقية من الله، تقول له مرحب ياخده بالحب، يجي يسيبه يبقى هيسيبه الاجر، يقول له ليه هتسيبني شوية، هتسيبني لنفسي، فهمت ازاي؟ ادي معنى حسن الصحبة. المقام مع البلاء بحسن الصحبة كالمقام مع العافية، يبقى يستوي عنده العطاء والمنع، لانه في الحالتين هو يرى ان الفاعل هو الله. ده مقام مين؟ الرضا. لكن مقام المحبة يبقى عنده البلاء اعلى من المنع من العطاء، البلاء اعلى من العطاء، ده في مقام المحبة، لانه في البلاء الله معه وفي النعمة هو معاها، فهمت ازاي؟ في النعمة انت مع النعمة وفي البلاء انت مع الله، فاني احسن يا محب الله، فهمت بقى؟ فيبقى هنا بيعرفك ان ده مقام الرضا، لكن في مقام اعلى. وقال ابو عثمان احسن الجزاء على عبادة الجزاء على الصبر، يعني الصبر عبادة، عبادة قلبية، وهي اعلى العبادات في الاجر. ربنا بيقول انما يوفى الصابرون اجرهم ايه؟ بغير حساب، يبقى عليها في الاجر. انما الحسنات التانية الى 700 ضعف، ويضاعف، يضاعف يعني ليها عدد برضو، يعني مهما ضاعف برضو ليها عدد هتتضرب فيه، لكن الصابر بقى بغير حساب. احسن الجزاء على عبادة الجزاء على الصبر، ولا جزاء فوقه. قال الله عز وجل ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، يعني شوف احسن حاجة عملها ايه في حياته كلها، واقبل عمل عمله، وربنا يجعل كل اعماله وحدة هذا العمل العالي، كل اعماله الدنيا التانية يخلي وحدتها اعلى عمل عملها. يعني انت عملت عمل مثلا ثوابه 100,000 وبقيت اعمالك كلها تساوي واحد بس، يروح مخلي لك كل اعمالك يضربها لك في 100,000 باحسن ما كانوا يعملون. شفت بقى الثواب الجميل؟ يعني الصابر ربنا يجعل له الاعمال المضاعفة يجعلها بلا حساب برضه، حتى يخلي اعماله اللي كانت مضاعفة من اهل التضعيف اللي هي بعشرة امثالها 20 ضعف 30 ضعف 100 ضعف 700 ضعف، يخليها بقى بلا حساب، يضمها لثواب الصبر بتاعه الاصلي. انما يوفى ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، واحسن ما كانوا يعملون والصبر مع الله الذي هو بلا حساب، فيخليه كل اعماله بلا حساب. فهمت بقى المسألة؟ وقال عمرو بن عثمان الصبر هو الثبات مع الله سبحانه وتعالى، الثبات يعني الاستمرار مع الله مع دوام المراقبة اللي هي المرابطة، وتلقي بلائه بالرحب والدعاء. مرحب، ادي بالرحب، يجي البلاء يقول مرحب جئت اهلا وحللت سهلا، اين انت اشتقنا اليك، ادي بالرحب. والدعاء السكون يعني الراحة، عدم الاضطراب. وقال الخواص هو الثبات على احكام الكتاب والسنة، ده تعريف الصبر بالنوع الاول اللي هو المكتسب، مش كده برضو؟ وهذا الصبر المكتسب يعينك على الصبر الاخر، يعني تبدأ انت بالصبر المكتسب فيوفقك الله الى الصبر الاخر. وقال يحيى بن معاذ صبر المحبين، يبقى في صبر المحبين اللي هو مقام المحبة، اللي هو بيرى بقى البلاء اعلى من العافية. عين العطاء، ده مش عين العطاء، ده عين التفضل، مش عطاء عادي، ده فضل.
ده كرم. فهمت ازاي؟ ده المحبين. صبر المحبين اشد يعني اعلى من صبر الزاهدين، لان صبر الزاهدين مقامهم الرضا اللي هو يستوي عنده العطاء والمنع، لكن الثاني لا، ده بيبقى عنده المنع اعلى من العطاء، ده اشد اعلى. وعجبا كيف يصبرون. وبعدين استعجب، وازاي المحبين اصلا قدروا يصبروا؟ ده المفروض ان المحبين دول ما يصبروش يعني عن الله. يعني كيف المحب يصبر عن محبوبه؟ لحظة. وعجبا كيف يصبرون اي عن الله، لان المحب لا يصبر عن محبوبه لحظة. وانشدوا الصبر يحمد في المواطن كلها الا عليك فانه لا يحمد. الصبر على الحجاب، على البعد عن الله، هو ده المحب ما يتحملوش، لانه بيحس بشدة القسوة وبشدة الحجاب. وقال رويم الصبر ترك الشكوى. وقال ذنون الصبر هو الاستعانة بالله تعالى. يبقى بيعرفك طريقة الصبر مش الصبر ذاته. والصبر ترك الشكوى بيعرفك علامة الصبر. يبقى احيانا يعرف لك الصبر بعلامته، واحيانا يعرف لك الصبر بوسيلته. فهم؟ وقال رويم الصبر ترك الشكوى، اي علامته ترك الشكوى. وقال ذنون اللي هو المصري الصبر هو الاستعانة بالله تعالى، اي يكون بالاستعانة بالله تعالى بتوفيق الله. سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق رحمه الله يقول الصبر كسمه. وانشدني الشيخ ابو عبد الرحمن السلمي قال، انشدني ابو بكر الرازي قال، انشد ابن عطاء لنفسه فاصبر كي ترضى واتلف حسرة وحسبي ان ترضى ويتلفني صبري. فاصبر اي على بلائك، على احكامك، على طاعتك، عن معصيتك، كي ترضى واتلف حسرة لمخالفة نفسي، فاريد تلف نفسي حتى ترضى لانك محبوبي. وحسبي ان ترضى يعني يكفيني رضاك، ويتلفني صبري ويقضي صبري على افات نفسي وشهواتها. وقال ابو عبد الله بن خفيف الصبر على ثلاثة اقسام، متصبر وصابر وصبار. المتصبر اللي هو ايه؟ زي ما قلت لك في الاول كي جي واندا، الصبر مع التصبر، الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر والعلم بالتعلم، مش كده برضو؟ فالمتصبر ده بيهجف نفسه، كل ما يجيله قضاء وحش قاعد يصبر نفسه، اصبر شويه معلش ما تكسبش قدام الناس، هتصوت قدام الناس وانت راجل، هي اتقي الله، ده ربنا هو الفعال ما يريد، لو اجتمع العالم دي كلها علشان تنفعك ولا تضرك ولا مش هيعملوا لك حاجه، يوم قاعد بيصبر فينا بيهدف نفسه، لكن نفسه من جوه حتى بتتنطط عامل زي الطفل اللي عايز يصور، وهو قاعد ايه يقفل البيبان ويقفل الشبابيك وبتاع، خايف ان الجيران تسمع صوته. فهمت؟ ده المتصبر. فهمت؟ يبقى تكلف مع مشقه، يبقى التصبر تكلف مع مشقه. وصابر متحمل بلا مشقه، شايل الحمل هادي كمال اجسام بقى، طول النهار قاعد بيلعب في الجيم عضلات، اي حمل يشيله هو، انما التاني يشيله يا ظهري يا وسطي مش قادر يقوم، انما التاني عضلات واد مجانس ما يموش ده، يعني يتحمل بلا مشقه. فهمت ازاي؟ دي كلها في المعاني مش في الحس. وصبار يبقى مبالغه بقى، مبالغه في التحمل، يعني اعلى كمان من الصابر الصبار، يعني قد يستعذب العذاب لرؤية المعذب، قد يستعذب العذاب لرؤية المعذب، وقد يستعذب البلاء لرؤية المبلي، اللي هو مقام ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. شفت بقى المعنى؟ يوم يحس ان ضربات القدر عليه احلى من الزبيب، ده الصبار ده. وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه الصبر مطية لا تكبو. يا سلام، يعني ما تقعش ابدا طالما انت
راكب الصبر وماشي في الطريق الى الله مش هتتكعبل ابدا، عمرك ما تتكعبل ابدا ولا تتعطل. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت علي ابن عبد الله البصري يقول، وقف رجل على الشبلي فقال: اي صبر اشد على الصابرين؟ فقال: الصبر في الله عز وجل. فقال: لا. فقال: الصبر لله، لانه في مشقة كلفة. قال: لا. قال: الصبر مع الله، يعني بدوام المراقبة. قال: لا. قال: فأي شيء طيب؟ قال: الصبر عن الله. يبقى في مقام المحبة بقى، يبقى بيعليه بقى. قال: فصرخ الشبلي صرخة كادت روحه أن تتلف من ايه؟ من احساسه بعلو هذا المقام. وسمعته يقول، سمعت محمد بن عبد الله بن شذان يقول، سمعت ابا محمد الجريري يقول: الصبر الا يفرق بين حال النعمة والمحنة. يبقى ده مقام الرضا، عنده النعمة والمحنة سواء، ده مقام الرضا. مقام المحبوبية اعلى، عنده المحنة اعلى. ألا يفرق بين حال النعمة والمحنة مع سكون الخاطر فيهما. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. شوف كلام النبي في عز المحنة، في عز المحنة صلى الله عليه وسلم. ألا يفرق بين حال النعمة والمحنة مع سكون الخاطر فيهما. والتصبر هو السكون مع البلاء مع وجدان أثقال المحنة. يبقى ده أقل، هو حاسس بتقلها لكن ساكن، التاني مش حاسس بتقل اصلا، مفيش تقل عنده. يبقى التاني شايل وثاء تقيلة عليه وساكن، ما بيشتكيش، ده تصبر. انما الصبر بقى التاني انه عنده المحنة زي النعمة، كأنه مش شايل حاجة، خفيف على طول. زي ما قلت لك، لان ليه خفيف على طول؟ لانه هينزل المحطة الجاية. عرفت هينزل المحطة الجاية دي؟ سهل. الم هنزل المحطة الجاية ما تفرقش. ونقرا اخر حاجه بتين الشعر دول ونقف عند هذا الحد اليوم. وانشد بعضهم: صبرت ولم اطلع هواك، صبرت ولم اطلع هواك على صبري، واخطيت ما بي منك عن موضع الصبر، مخافة ان يشكو ضميري صبابتي الى دمعتي سرا فتجري ولا ادري. ايه الحلاوة دي؟ صبرت يعني صبرت على حبك، صبرت على مرادك مني، صبرت على احكامك، ولم اطلع هواك يعني ولم اطلع محبتك الدفينة في قلبي، محبتي لك ما لم اطلعها على صبري على احكامك، ولم اطلع هواك على صبري، ما خليتش محبتك الاصلية اللي في السر كامنة عندي تطلع على صبري على احكامك. واخفيت ما بي منك، وأخفيت ما بي منك أي من أقدارك علي عن موضع الصبر. حتى عن موضع الصبر كل آلام الشوق والمحبة فيه أخفيتها عن موضع الصبر، مخافة أن يشكو ضميري صبابتي، لحسن يسري يشتكي لحبي، صبري يشتكي الحب، إلى دمعتي سرا فتجري ولا أدري. يعني ده بيخفي حتى عن محبته لنفسه، يعني بيخفي صبره عن شوقه ويخفي شوقه عن صبره، حاجه كده عاليه يعني، ولا اعلى اغاني عاطفيه بتتقال. انت ازاي بس عاطفه هنا حميده محموده مش كده؟ عاطفه خاصه بالخالق والمخلوق. ونقف عند هذا الحد، نكمله يوم السبت القادم ان شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. في سؤال بيقول: الامام الغزالي يقول فيما معناه عن الغضب ان يسلطه المرء على نفسه ليؤدبها ويزجرها ويزجر شهواتها، فكيف يكون تطبيق ذلك؟ يعني بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى خلق فيك شهوة الغضب، خلقها فيك مش علشان تنفذها في الناس، مش علشان تجعلها سبب للانتقام من الناس. هو النبي لما بيقول له انصحني فقال له: لا تغضب. يعني لا تغضب يعني بقبلها يعني،
يعني لا تكن انسان، ما الانسان طبيعته يغضب. يعني وجه غضبك بدلا من ان تعاقب الناس، اغضب انت من شهواتك التي تحول بينك وبين الوصول الى ربك، تغضب عليها فتزجرها وتحاول ان تنتصر عليها وتتشفى منها لانها تريد ان تقتلك. فهمت ازاي؟ ادي معنى انك انت توجه كل خصلة خلقها الله فيك توجهها التوجيه المناسب له، فتجعل مثلا الحرص اللي خلقه الله فيك بدل ما تجعله لجمع الدنيا تجعله لتحصيل الثواب وتحصيل الاخر، تبقى حريص على تحصيل الاخر. هو الحرص هو هو، بس بدل ما توجهه للدنيا وجهه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فكل خاصية خلقها الله فيك لها وجهان، وجه يعني للدنيا ووجه للآخرة. هذه معنى الكلام. فكيف يكون تطبيق ذلك عند المراقبة والمحاسبة بحيث تتبع النفس؟ ان لما يجي يغضب وعايز ينفذ غضبه في الخارج يعرف ان الله سبحانه وتعالى اقدر عليه منه على من بالخارج، فيقوم يرتدع وبعدين يبتدي يكظم غيظه. دي اول درجة، يبقى الغيظ موجود بس يكظمه زي المتصبر كده بالنسبة للصبر، يكظمه بدل ما يفجر شهوة الانتقام لا يكظمه كويس، يبقى الكاظمين الغيظ. وبعدين لما يعتاد كده يحاول بقى يعفو، ولما يعتاد العفو يحاول يحسن لمن اساء اليه. دي درجة اعلى. ليه؟ لانه بيعتبر ان اللي اغضبه وجعله يكظم الغيظ ثم جعله يعفو عنه ثم جعله يحسن اليه رقاه، فكان سبب الترقيه. فاذا كان هو سبب الترقيه يبقى لازم احسن اليه، ده هو ده اللي جاب لي الترقيه، هو ده اللي جاب لي الثواب على الصبح. جالي شتمني قلت له الله يسامحك، جالي كمان وقلت له خد جنيه يا عم، وكل يوم ما تقابلني اشتمني. انا متشكر قوي. كل يوم اوعى تنسى، انا بعدي هنا كل يوم الساعه 9 الصبح، تفضل واقف هديك جنيه وتشتمني، متشكرين جدا. واخد بالك ليه؟ لانه اداك ثواب على الصبح، شتمك قلت له الله يسامحك، وبعدين كظمت غيظك ما قلتوش اهو انت، واخد بالك، ولا حتى رديت عليه شتيمه اشد، مش كده برضه؟ وبعدين كمان احسنت اليه. ايه ده؟ ايه الترقيه الكبيره دي؟ وبعدين انت في الاخر كل حكايه غرمت جنيه وهتاخده كمان ثواب مضاعف، يبقى ده انت تستاهل كل يوم كل ما يشتمك تبوسه على دماغه، شيله وتقتل، صح ولا لا؟ يبقى لما تعرف المساله كده هتفرح قوي باللي بيأذيك. يا سلام اللي بيأذوك دول، دول ربنا بعتهم ليك عشان يرقيك بيهم، مش بعتهم ليك يعاقبك بيهم، يريد ان يتعرف عليك في كل شيء، يعرفك مقام الحلم، مقام الاخلاق الطيبه، مقام انك انت تحسن لمن اساء اليك، لان انت بتسيء مع الله وعايز ربك يحسن اليك. فاذا انت احسنت لمن اساء اليك احسن الله اليك وانت تسيء اليه، يعاملك كما تعالم خلقه، مش كده برضه؟ يبقى ده نفعك ولا ما نفعكش؟ يبقى يستاهل انك انت تشكره ولا ما يستاهلش؟ يبقى يستاهل، روح اتأسف له بقى. وكيف تكون المعاقبه لها اذا ما قصرت كي تكون المحاسبه مثمره بعد ذلك؟ والله تعاقب نفسك بقى بالحاجه، بالعباده اللي انت تحس انها تتعبك. تعمل تشوف العبادات اللي تتعبك، انت راجل بخيل وبتحب تشيل القرش على القرش. كل ما تعمل معصية طلع جنيه، طلع 10 جنيه، يبقى عقاب شديد على نفسك، لان انت راجل اصلا ميال للفلوس شوية، تحب كده تكنس طبيعتك كده. وعندك الصيام حلو قوي، يا لان بيوفر عليك وجبة بدل ما اشتري وجبتين ولا بتاع، فبيوافق هواك لان انت راجل بخيل مش عايز تصرف. فكل ما تعمل معصية تيجي تصوم، ما انت كده بتقوي نفسك، ما ده حلو قوي، بركة يا جامع. يبقى ما بتعاقبش نفسك، لكن تعاقب نفسك بالعبادة اللي هي الصعبة عليك. واحد تاني ما يتحملش الصيام، بيتعب من الصيام، يوم يعمل بينه وبين نفسه كده عهد بينه وبين نفسه، كل ما يعمل معصية يصوم لها يوم، لا نفسه صايم كل يوم، يبطل بقى يعمل معاصي بقى. ما هو الريق نشف، الدنيا حرب، المغرب بتبدأ من الساعة 8 مش هنعرف نعيش، يوم يبطل بقى يخاف يعمل حاجة لأنه بيعاقبها. فهمت ازاي؟ وهكذا. يختار بقى الحاجة اللي هي العبادة اللي هي ها؟ لا ما هو مش هارون بقى، هو بقى لازم يعني بيقول لك هنا الشيخ احمد
لحتى تكون نفسك حارون، فتروح في الاخر ايه، تروح فلتة منك وركبك تاني. ما انت بقى لازم تبقى ايه، عارف انت اللي في السيرك اللي بيروض الاسد، يديله كرباج ويديله حتة لحم يوم علشان يعني يخوفه في نفس الوقت، يعني ما يخلوش ياكله. فانت برضو لازم وراعيها وهي في الاعمال سائمة، وان هي استحلت المرعى فلا تسن. فهي دي المعنى يعني، والله اعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى